شفرة الألوان كل يوم سبت الساعة 9:30 صباحا في يوم بيوم مع الدكتور محمد بشارات. شفرة الألوان بينضم لنا في هاللحظات الدكتور محمد بشارات. صباح الخير يا دكتور. سعد صباحك سما وصباح جميع المستمعين. أهلا وسهلا فيك. اليوم بدنا نحلل عن طريق الألوان، حلل الشخصيات. صحيح. يعني كتير من الألوان ترتبط بالمزاج والمود، وهذا مثل ما حكينا كتير عن تحليل الألوان. إحنا حللنا الألوان. لازم نعطيك شهادة على كل حال إنك يعني الألوان صرت مختصة ما شاء الله. طيب ممتاز. فهلأ كيف نحلل الشخصية عن طريق الألوان؟ يعني مرة أخرى بسم الله الرحمن الرحيم، يسعد صباحك وصباح جميع المستمعين أولا، وبنهني كل الأميات بيومهم المبارك، لأن إحنا كل يوم إحنا يوم أم ويعيد أم ولحظة أم، فقبلاتنا ويعني قبعة الاحترام مرفوع لكل أمهات الفلسطينيات الماجدات في أماكن التواجد المختلفة، لأنه في النهاية اليوم راديو حياة لا يسمع فقط بس في أثير الضفة، يسمع كمان أثير عالمي. صحيح. هذا نوجه لكم التحية بشغلكم المالتي ميديا وانطلاقاتكم الرائعة. شكرا لك. صراحة حديثنا اليوم عن الألوان وتحديدا تحليل الشخصيات من خلال الألوان. احنا نعرف ان هناك اكثر من تقنية واكثر من اداة واكثر من طريقة في علم النفس التربوي السلوكي انه احنا بنحلل الشخصيات. طبعا الهدف الرئيسي من تحليل الشخصيات هو معرفة ابعاد هذه الشخصية، معرفة نقاط ضعفها وقوتها وكيف نعمل عليها اكثر، وكما نشتغل في كثير من الادوات بتحليل الشخصيات بناء على سلوكيات. كمان الألوان باعتبارها تؤثر بشكل كبير على السلوك الإنساني، لها جانب كبير في تحليل الشخصيات. وكل لون إحنا بنعتقد أنه يمثل شخصية من الشخصيات، وحتى كمان في دوراتنا التدريبية مرات بنوزع بطاقات على المتدربين وبنطلب كل واحد يختار اللون الأفضل لإله، وبس يختار اللون الأفضل لإله اقرأ الصفات اللي موجودة بهذا اللون، فهي صفات في الغالب تكون موجودة لديك. طبعا في تحليل الشخصيات ما في عندنا نتائج مطلقة باعتبارها دراسات إنسانية، فهي يعني نتائجها من 60-70-80%. لنا في النهاية تقريبا تعطي هذا المعيار، ما في عندنا شيء مطلق لأن كلها علوم إنسانية. فما بالك لما نحكي عن موضوع الألوان، خصوصا أنه الألوان مرتبطة في بيئة الحياة اللي أنت عشتها، في المزاج، وكما تفضلتي كمان في الـ في الـ في إني أنا بيعجبني هذا أو ما بيعجبني هذا اللون. يعني اليوم منشورة دراسة على أحد المواقع الإلكترونية أن اللون الأحمر هو لون تحبه النساء ويجذب الرجال، فكويس هاي الألوان أن الواحد يشتغل عليها بطريقة لطيفة. مشان هيك رح أبدأ باللون الأحمر أنا اليوم، وراح أحكي عن كل لون أهم المؤشرات الرئيسية له. فكل واحد من المستمعين الكرام اليوم يحدد هلأ اللون تبعه. حلو. تختار اللون أو تختار اللون اللي إلك مشان تسمع شو لونك وشو الصفات الغالبة عندك. طبعا احنا نقول الصفات الغالبة وما بنقدر نعطي التفاصيل، حتى التفصيل في اللون الواحد بأخذ معنا حلقة كاملة، لكن أنا بحكي يعني بالضبط جزئيات رئيسية ونقاط هامة عن موضوع الألوان. وأبدأ باللون الأحمر. اللون الأحمر بيعتبروه إنسان لطيف ومحبوب، في المقابل أنت صعب الإرضاء ولكنك إنسان تعشق الحب والعاطفة والمشاعر، دائما بتحب تكون إنسان محبوب، كمان مبتهج متجدد دائما ولكنك مزاجي كثيرا، تجيد التعامل مع الناس وأنت إنسان لطيف والناس بتحترمك لأنك عندك قدرة على التواصل بالمشاعر والأحاسيس. ولكنك أيضا عندك كثرة شكوى شوي، إنه في أشياء مرات ما بتعجبك فمزاجك مرات بغلب عليك. لما اللون الأحمر يعني نقول يعني بجوز شوي يعني ممكن نسميه نقاء باللغة ما هي ما دام بيحبوا النساء فأكيد لازم يكون نقاء. أكيد في النهاية طبعا هو بالنهاية يحب الناس البسطاء الذين يسهل التعامل معهم والتحدث معهم، فهو ما بيحب الناس الصعبين لأنه هون سيدخل التنافر مع صاحب شخصية هذا اللون، اللون الأحمر. جميل. اللون الآخر رح نختار اللون البنفسجي. بنقول له أنت إنسان من حيث المبدأ إنسان غامض. الأنانية ليست من صفاتك ولكن تستمتع بالأشياء بسهولة، مزاجك هو الذي يحدد سعادتك وتعاستك، فأنت كل يوم تعتمد على المزاج كيف تكون حالتك النفسية. تتصرف في بعض الأحيان بشوية غباء عادي، ما في مشكلة تزعلش. بالنظر إليك أنك أنت إنسان مبتكر، عندك قدرة على الابتكار والتجديد، دائما تجرب الأشياء الجديدة، ملابس، كتب، حتى كمان بتروح على أماكن جديدة، بتحب تجرب كل شيء جديد، بتحب هذه. لا يعني التنظيم والترتيب ليس من صفاتك، يعني مش مشكلة شوية فوضوي. يعني عنده شوية فوضى. في بعض الأحيان عندك انعزال عن الآخرين. انعزال عن الآخرين، وإن كان بحب الانتباه، حساس جدا، هدول جماعة السنسيتيف طبعا، ودائما بيأثر فيه كثير نظرة الناس لإله، فمرات يتأثر نفسيا ويتفاعل إنه شو بيحكي عني وإيش بيقولوا عني. جميل. هذا البنفسجي.
نروح للبرتقالي اللي اختار اللون البرتقالي، نقول له أنت مسؤول عن تصرفاتك، فأنت تعرف كيف تتعامل مع الناس، عندك أهداف واضحة، تسعى جاهدا دائما لتحقيق هاي الأهداف، تحب التنافس، تقدر أصدقائك جدا وتهتم بهم، أحيانا تبالغ في تصرفاتك وذلك لأنك حساس جدا. طبعا هذا اللون لون نعتبر لون الحكمة، يعني أنك أنت إنسان ممتلئ بالروح الابتكار والمغامرة، الفخر والطموح، وعندك قدرة على أنك تحقق الإنجازات اللي بدك إياها. في غالب هاي الألوان ناس رياضيين، ناس عندهم دفء عاطفي، وكمان بيميلوا رومانسية، تنسيش أن اللون هذا لون دافئ أيضا. هذا طبعا بيحبوا الظهور وبيحبوا إظهار قدراته، مش الظهور السلبي، لا، الظهور بمعنى إظهار قدراته والاستعراض أمام الآخرين بالشكل الإيجابي، وهذا العكس لا يعيبه. حلو. اللون الأصفر، أنت جميل وبريء. أوه. طلعوا بريئين هذول. موضع ثقة دائما عند الآخرين، في علاقاتك لديك حس قيادي قوي، تصنع القرارات الصائبة، جميل. تحسن الاختيار في الوقت المناسب، يعني هذا اللون الأصفر طلع مرتب، وتحلم دائما بعلاقة حب رومانسية، يعني عندك تدور على الحب الإيجابي واللي احنا بنقبله في مجتمعنا. رقيق هادئ طموح، تحب المناظر الطبيعية باعتبار هذا اللون في دفء وكمان في برد يجمع بين اللونين. جميل. طبعا لا تحب الإزعاج، أنت محترم وواعي ومتنوع، وأهم حاجة تحب الترتيب وتشتري الأشياء الغريبة، هذا بغالب هي أهم المؤشرات، ودائما أنا بحب أميل للأشياء الإيجابية في الألوان. حلو. اللون الأبيض، أنت شخص صعب الإرضاء، يعني واحد يرضيك صعب شوي. ثقتك بنفسك ضعيفة. تحب الفن وتقع دائما في العلاقات والحب مع الآخرين، لكنك تترك حبك إذا تركك، يعني الإنسان اللي أنت بتعزه إذا تركك بتتركه، متأثرش كثير فيه. عندك كثير درجة تقلب في مزاجك، متقلب شوي. مزاجيين. وإن كان أنك تحب البساطة، تجذب الناس إليك، يمكن الانسجام معك، التكيف مع أصدقائك والمتنوعين، في عندك براءة الطفولة. حلو. وهدول اللون عندهم براءة طفولة والشفافية والهدوء موجودة في شخصية اللون الأبيض. اللون الوردي، هذا هاي الشخصية دائما تحاول تقديم الأفضل في كل شيء، تحب المساعدة والاهتمام بالآخرين، لا ترضى بسهولة، في الغالب لديها أفكار سلبية، أنت رومانسي، يعني عندك رومانسية، في بعض الأحيان متشكك شوي في رومانسيتك، وإن كنت تبحث عن رومانسية بين الأشخاص، وبين قوسين بنسميها بالنابلسي، بتحب الدلال كثير، مدلل يعني. الوردي أخضر فاتح، أنت هادئ غيور وتهتم للأمور الدقيقة، لا تقدر على الالتزام بشيء معين، لكنك شخص موثوق فيه. لديك المقدرة على الاهتمام بالآخرين، وأكيد محبوب من الجميع، هذا الأخضر الفاتح. الأخضر العشبي، لأنه الأخضر تعرف في درجات صحيح. الأخضر العشبي، أنت شخص دافئ وطيب القلب، علاقتك بالعائلة والأصدقاء جيدة جدا، لا تحب العنف، وتعرف الصواب من الخطأ بطبيعة شخصيتك، لأنك إنسان طبيعي بتشوف الطبيعة دائما، أنت طيب وممتع ولا تحب أن تحسد من حولك، لذلك لك طاقته طاقة إيجابية. حلو. اللون الأخضر، الأخضر الكامل، أنت شخص تتأقلم بسرعة مع الناس. الخجل ليس من صفاتك، ولكنك أحيانا تجرح الناس بكلامك. تحب أن تكون شخص محبوب، طبعا جرح الناس لأنه عندك الجرأة. كهذا اللون أيضا موضع اهتمام من قبل الطرف الآخر، لا تتسرع في العلاقات، لا تنظر أو لا تنتظر الشخص المناسب، في النهاية أنت بتأثر في كل الآخرين بشكل إيجابي، أنت محب ومسالم وهادئ، قائد بطبعك ومستمع جيد، ودائما الناس بيحبوا يأخذوا النصيحة منك. حلو. طبعك معتدل، لا تستثار بسهولة، ولكنك عاطفي، تحب جمع الأشياء الجميلة عندك وتقتنيها. جميل. اللون البني، أشخاص اللون البني مهم كتير يعرفوا حالهم، أنت شخص نشيط ورياضي، من الصعب على الآخرين الاقتراب منك من كثر ما أنت أكتبت كتير يعني. ولكنك تقع بالحب بسهولة، تتعامل مع الآخرين بطريقة طيبة جدا، عندما تكتشف أنك لم تجد ما تبحث عنه يعني تنهي كل شيء بسهولة، كمان تنهي القصة خلص انتهى الموضوع. أنت واعي وذكي بما يتعلق خصوصا في المصاري، جماعة بيعرفوا كيف يجيبوا الليرات، عشان هيك الشركات بتحط اللون البني، قلنا لهم دائما عندهم الذكاء. حلو. ثابت وجيد في شراء الأشياء الغالية بأسعار زهيدة، وعندك قدرة أنك تفاصل، يعني بين قوسين واحدة مفاصلة أو نابلسية قوية بتفاصل منيح. بس النابلسيات بدون اللون البني عندهم، مجرد أنهم نابلسيات عندهم صفة. لا، بكون البني عندهم قوي جدا أصلا في شاكراتهم يعني في النهاية. الأزرق الفاتح، مشاعرك تتغير فجأة وبسهولة. دائما وحيد صادق، تنصت الآخرين بهتمام. من الصعب عليك العثور على ما تحب أيضا، وعندما تقع في الحب أو العلاقة إنسان تعطي بعطاء بلا حدود، وهدول جماعة الأزرق الفاتح. الأسود. أيوة. الأسود، أنت إنسان تحب التحدي. يا سلام. ولكنك لا تحب التغيير في حياتك، عندما تصل إلى قرار تستمر فيه إلى النهاية. أنت بالنسبة لك هناك تحديات كثيرة في الحياة لديك، بتسموها كمان مؤدب وفخور. ببعض الأحيان يعكس اللون عليك الكآبة
ولكنه يعني لك الذوق الرفيع إذا كنت تفهم معنى اللون. جميل. الأزرق الغامق شخص جذاب تحب حياتك جدا، لديك إحساس أيضا يا سما قوي تجاه الأشياء، وعندما تغضب من شخص من الصعب عليك أن تغفر له. منيح منتي هذا اللون. لون الحقيقة والانسجام والعمل. أنت إنسان دير بالك هاي برضو مستقبلك. يعني عندي هاي صفة أنه أنا ما بسامحش بسهولة. بعرف أنا بحلل شخصيات يا سما. الله يضع عليك. كمان أنك صديق مخلص وتنزعج ممن يتصفون بالغباء. قبل شوي كان في انزعاجات كثيرة عندك فكانت مبينة. على كل حال اللون الفضي. اللون الفضي أنت شخص خيالي ومرح، تحب تجربة الأشياء الجديدة، تحب أن تتحدى نفسك، تتعلم أشياء جديدة كمان، من السهل التحدث إليك والتعامل مع الناس وبنسج العلاقات، وتحب أن تسدي النصيحة خصوصا لما تكون صداقتك صداقة حقيقية. بس عندك مشكلة من الصعب عليك أنك تثق بثقة مطلقة مع الإنسان، لازم أنك تفحصه وتعرفه، ودائما أنت تعطي كامل الثقة لمن تحب ولمن تتعامل معهم بإيجابية. اللون الذهبي، لمن اختارت اللون أو اختار اللون الذهبي، أنت شخص تعرف الصواب من الخطأ. جميل. إنسان مرح وصريح، من الصعب عليك إيجاد الشخص المناسب ولكنك تجده دائما تتمسك فيه. أنت إنسان واضح وجريء، ووضوحك بوضوح لون الذهب تبعك. رائع. الرمادي، أنت شخص جذاب ونشيط، لا تحب إخفاء مشاعرك، تحب أن تفصح عما في قلبك، لكنك أناني في بعض الأوقات، تزعلش طبيعي فيك، تبحث أن تكون موقع اهتمام الآخرين، تحب المساواة في التعامل، تستطيع أن تجعل يوم من حولك دائما ناس مبسوطين وسعيدين، وكمان تتمتع بحس فكاهي. هذا اللون الرمادي، وذلك دائما نسميه هذا اللون لون الحياد. فهو دائما بيحب يكون إيجابي مع الكل كمان. حلو جميل. الكستنائي، حتى الكستنائيين ما يكونوش زعلانين، ونختم فيهم. أنت شخص ذكي وتعرف الصواب، تحب أن تصنع الأشياء على طريقتك، كمان تتعامل مع الآخرين بشكل إيجابي، ولكنك لا تكترث إلى مشاعرهم رغم أنك صبور. دائما صعب تتخلى عن من تحب، وهذا شيء إيجابي فيك هذا اللون. هاي مجموعة من الألوان. طب واللي بحبوا كل الألوان نيالهم بيكونوا يعني دائما هدول جماعة بيشتغل حسب المكان والزمان. احنا بالعادة منقول انه كل الناس بتحب الالوان بالعادة، لكن في هناك بعض الالوان اللي انا ممكن اعطيها في الاولويات سماء رقم واحد، رقم اثنين، رقم ثلاثة. فلو انا بدي اختار مثلا، بختار لون مثلا احمر، لون اخضر، لون اصفر، اهم ثلاث الوان بتأثر فيه، فلما اجمعها بتجد فيها صفاتي اللي موجودة فيه. مرحلة مهم كثير، لما انا بعرف صفاتي قوتي وضعفي، دي مهم كثير. القوة دائما بعززها والضعف دائما بعالجها. حتى اكون دائما أفكر بالعقل المنطقي وأكون عندي وعي في التعامل مع الألوان، لأنه إحنا بنقول لما نحلل الشخصيات من خلال الألوان هي عبارة عن مؤشرات كمان. إحنا في تحليل شخصيات من خلال الأشكال الهندسية، تحليل شخصيات من خلال تعاملك في الحياة، من خلال لغة الجسد نحلل الشخصيات، من خلال لغة العيون. إذا هناك مجموعة من الأشياء والأدوات كما قلت نستخدمها في تحليل الشخصيات لمعرفة شخصيتك. الهدف الرئيسي معرفة نقاط قوتك، نقاط ضعفك، حتى تحسن من أدائك وتكون إنسان فاعل في مجتمعك بشكل إيجابي والناس تحبك، لأنه الإنسان لازم يكون في طبعه اجتماعي وإيجابي. جميل جميل. احنا نتشكرك كثير دكتور محمد، يعني كان الموضوع ممتع جدا، مليء بالالوان ومليء بالافكار اللي بنحب هيك نسمعها لحتى نعرف. يعني انا كثير في اشياء حبيتها، ويعني المفروض الواحد يعززها يعني شكرا على الالوان، يعززها ويعرف مثل ما حكيت انت وين مواطن الضعف لحتى يعالجها. اهلا وسهلا فيك دكتور محمد بشارات، خبير التنمية البشرية. صحيح. دكتور في التنمية البشرية، اكيد شفرة الالوان السبت المقبل ان شاء الله في حلقة جديدة ان شاء الله.